النقطة الثالثة ودي نقطة في غاية الأهمية، أنا بحب أمشي دايما عكس التيار. الكلام اللي ناس كتيرة جدا بتقوله، حضراتكم عارفين إنه بطولة الدوري المغربي حسمت بالأمس في الدقيقة 89 من عمر المباراة، فاز بيها أو فاز بالبطولة طبعا الرجاء البيضاوي اللي قدر يفرق بفرق نقطة عن الوداد منافس الأهلي في البطولة، في بطولة دوري الأبطال. في ناس كتير يا سارة بتتكلم على إنه فقدان الوداد المغربي لبطولة الدوري هيأثر سلبا على الروح المعنوية للاعيبته، إنه فقد بطولة الدوري بالتالي داخل على قبل نهائي الأفريقية إلى حد ما لعيبة متأثرة نفسيا بشكل سلبي. أنا الحقيقة بميل لوجهة نظر تانية مختلفة تماما، وشايف إنه على العكس تماما. خسارة الوداد لبطولة الدوري المغربي هتكون حافز كبير جدا 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 في مواجهته قدام النادي الأهلي، لأنه ما عندوش غير البطولة الأهم والبطولة الأكبر، واللي خسره في الدوري المحلي لسه عنده أمل يعوضه في دوري الأبطال، وبالتالي أعتقد أنه ده هيعلي شوية من الناحية النفسية عند الوداد، وهيخلق عندهم الحافز اللي أتخوف أنه هو يمكن يصب بشكل إيجابي في مصلحة الوداد. لكن طبعا رهاني كل الرهان على فرقتنا، إحنا دايما بنبص لنفسنا قبل ما نبص لغيرنا أو قبل ما نبص لأي منافس. أنا مقتنعة طبعا أنه بالعكس خسارة الدوري المغربي بالنسبة للوداد هتصب جدا في أنهم هيبقى عندهم دفعة نفسية قوية، أنا معاك في ده. وكمان يا أحمد لأن هم برضو ما خسروش الدوري مثلا بفارق كبير، ده هو فارق بسيط جدا، وكانت منافسة قوية جدا بينه وبين الرجاء، زي مثلا كده لما ليفربول مانشستر سيتي بقى فرق بوينت بسيطة جدا هي اللي تحسم الدوري، فده هيخلي عندهم طبعا دافع قوي، وإحنا لازم نبقى عاملين حسابنا لده. وطبعا رهاننا الأول والأخير على النادي الأهلي.